السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد الكل بيبحث عن طرق تحقيق الأربع تلاف ساعة مشاهدة والألف مشترك. لازم حضرتك تفرق الهدف اللي انت عايزه ايه. الأربع تلاف ساعة مشاهدة لها طرق، الألف مشترك لها طرق، سميها طرق سميها نصائح اللي يعجب حضرتك سميه. لكن الأربع تلاف ساعة والألف مشترك في الأول والأخير لابد وأن يكون عندك محتوى في القناة، عندك فيديوهات بترفعها على القناة. هتكلم الأول على الأربع تلاف ساعة مشاهدة، أو تحديدا الأربع تلاف ساعة مشاهدة علنية المطلوبة لتحقيق الربح من اليوتيوب، اللي البعض بيعتقد إن هي الأصعب على الإطلاق. لكن من خلال الفيديو ده هتعرف ان الاربع تلاف ساعة مش صعبة زي ما البعض بيعتقد. اولا احنا مش هنختلف على ان لابد وان يكون في قناتك محتوى، يعني فيديوهات بترفعها، يعني محتوى حضرتك بتحبه وفي نفس الوقت المحتوى ده عليه طلب عند الجمهور، بيتم البحث عنه في محركات البحث، بيتم البحث عنه عشان عليه طلب من الجمهور، يبقى لابد وان حضرتك يكون عندك محتوى. دي نمرة واحد. نمرة اتنين الطرق. ابتعد عن تطبيقات زيادة الاشتراكات اللي هي بيتم ايضا فيها مشاهدات. طب انا ايه الطريق اللي انا ممكن اعتمد عليه عشان احقق الاربع تلاف ساعة مشاهدة علنية؟ مفيش جدال ان المتصفح الخفي، وانا هسيب لكم رابط قائمة تشغيل كاملة في صندوق وصف الفيديو وحضرتك تختار اللي انت عايزه من الفيديوهات دي والطرق اللي انت ممكن تستخدمها عشان تقدر تحقق الاربع تلاف ساعة مشاهدة علنية باستخدام المتصفح الخفي من الموبايل او من جهاز الكمبيوتر. ده بالنسبة للمتصفح الخفي. الحاجة التانية وهي الاهم، وهي البث المباشر. اليوتيوب كان حاطط او لازال موجود شرط ان انت ما تقدرش تعمل بث مباشر من الهاتف قبل ما تحقق قناتك الالف مشترك او اكتر من الف مشترك، تحديدا خلال اوائل الاسبوع اللي احنا فيه ده. انا قدمت فيديو يوم الاحد الماضي وقلت فيه الصورة المصغرة بتقول تقدر تعمل بث مباشر لو قناتك فيها 50 مشترك بدون الحاجة لأي برامج أو أي تطبيقات. طبعا احنا عارفين ان انت ممكن تعمل بث مباشر من الهاتف من خلال متصفح جوجل كروم وتدخل على العرض بإصدار سطح المكتب. لا احنا مش هنحتاج الكلام ده، انت من خلال الموبايل لو قناتك فيها 50 مشترك هتقدر تعمل بث مباشر. وقلت لك على مجموعة قيود اللي اليوتيوب وضعها لهذا النوع من البث او لهذه القنوات، وكمان في اهم اسباب او اهم شروط عمل بث مباشر، ان انت تكون اثبتت ملكية قناتك باستخدام الهاتف بتاع حضرتك. تاني حاجة ان تكون قناتك ما عليهاش اي انذارات، سواء كانت انذارات ارشادات منتدى، مخالفة ارشادات منتدى، او حقوق طبع ونشر، اي انذار على القناة بصفة عامة. يعني تكون مفعل الميزات المتقدمة اللي هي اساسها اثبات ملكية قناتك باستخدام الايه؟ رقم الهاتف. البعض لما انا عملت الفيديو دخل وضغط على علامة الزائد اللي احنا بنحمل منها الفيديوهات
ظهرت له اكيد رسالة بتقول له ان انت تقدر ان انت تستخدم الميزة دي بعد 24 ساعة. وده الطبيعي على فكرة، لأول مرة لو انت داخل على تطبيق اليوتيوب وعايز تعمل بث مباشر مش هتستخدم، مش هتظهر لك، مش هتقدر تستخدم الميزة دي على طول، هيقول لك ان انت خلال 24 ساعة ممكن ترجع وتعمل البث المباشر. لو رجعت بعد ال 24 ساعة وضغطت على علامة الزائد وضغطت على بدء بث مباشر، هتلاقي نفسك قدام مجموعة قيود مفروضة على البث المباشر للقنوات اللي هي فيها 50 مشترك. احنا منتكلمش كده على 1000 مشترك او اكتر، لا احنا بنتكلم على القنوات بقى المبتدئين اللي هم فيهم 50 مشترك فما فوق. ده بالنسبة للقنوات اللي هي من 50 مشترك، واليوتيوب بيدي لك اتاحة ل 25 مشاهد فوق عدد المشتركين الموجودين على القناة. يعني لو قناتك فيها 50 مشترك، اليوتيوب هيسمح ب 75 مشاهد اللي هم ال 50 مشترك بالإضافة إلى 25 مشاهد، هم دول اللي مسموح لهم يدخلوا البث بتاع حضرتك. تمام؟ ده بالنسبة للقيود الصغيرة. في قيد صغير اليوتيوب أيضا قال لك إن بعد انتهاء البث اليوتيوب هيعمل عملية أرشفة لفيديو البث المباشر على إنه خاص. ما تنزعجش ولا حاجة، انت مجرد ان انت هتعمل تعديل للفيديو هتضغط على التلات نقط والفيديو بيتحمل بتتم معالجته من قبل اليوتيوب، هتضغط عليهم هيظهر لك خيارين اما الحذف او التعديل، هتضغط على التعديل وهتعمله بدال غير مدرج هتحوله لعلني وخلاص مفيش اي مشاكل. لكن خلي بالك البث المباشر مختلف عن الفيديو، يعني انت مفيش مرحلة مونتاج عندك ولا الكلام ده كله، انت بتتعامل على الهوا، يعني انت كل اللي انت بتقوله مفيش حاجة بتبص فيها او حاجة بترجع لها، لا انت بتتعامل بتلقائية. ده بالنسبة للحاجتين اللي انت ممكن تحقق بيهم الاربع تلاف ساعة مشاهدة علنية. طب نيجي بقى للالف مشترك. يعني الأغلبية من القنوات، أنا واحد منهم طبعا والجميع، استخدمنا تطبيقات واستخدمنا برامج والكلام ده كله، لكن أنا دلوقتي بنصحك حضرتك ابتعد عن أي تطبيقات، صدقني مش هستفيد حاجة. أنا كنت بعمل الأربعين خمسين ومئة مشترك واجي بعد يوم اتنين تلاتة بص الاقيهم راح نقصوا اتحذفوا، زي ما بيتحذف المشترك الحقيقي فعلا اللي هو غير متجاوب مع فيديوهاتك. المشترك الحقيقي نفسه اللي هو فعلا اشترك عند قناتك عشان تشترك عنده، لما انت اهملت فيديوهاته وهو اهمل فيديوهاتك بيوصلك اشعار منه وبيوصله اشعار منك من اليوتيوب، انت بتهمل الفيديو وهو بيهمل الفيديو، اليوتيوب بيحذفك من عنده وبيحذفه من عندك، وانت لازلت معتقد ان انت مشترك عنده وهو لازال معتقد ان هو مشترك عندك، ودي بايديكوا انتوا. طب عشان تحقق مشتركين، اولا الاساس هو المحتوى، الاساس هو المحتوى، مفيش غير المحتوى ده تحديدا بالنسبة للمشتركين، بدليل ان احنا قلنا استخدمنا تطبيقات واستخدمنا برامج واتعمل تبادل اشتراكات والكلام ده كله، كل ده بيتحذف سواء كان من التطبيقات او البرامج، لانه هو اصلا مش هيتابعك في الاساس فبتبقى حذفه سريع، او انه هو نفسه بعد ما بيستخدم البرنامج او التطبيق عشان تبادل الاشتراكات هو مش عايزك، هو عايز يحصل على اشتراك بتاعك، وانت نفس الوضع بتتعامل بنفس الطريقة. الكارثة في القنوات اللي اشتركت عند بعضها وبيجي لها اشعارات من بعض، صدقني انت ما انتش محتاج اشتراك القنوات. انا بتكلم على القنوات التعليمية، القنوات هي اكتر حاجة بتحتاج لها قنوات الشروحات،
لان انت محتاج المعلومه. حتى بعد اليوتيوب ما عمل المنتدى العربي، منتدى المساعده العربي والكلام ده كله، في الفاظ وتعبيرات باللغه العربيه يصعب فهمها. لازم حد يكلمك باللهجه العاميه بتاعتك، سواء كنت مصري او سعودي او كويتي او اماراتي او مغربي او تونسي او جزائري، لابد من التفسير. وابسط دليل على كده حضراتكم كلنا في الدراسه لابد ان يكون هناك معلم مدرس هو اللي بيفسر المعلومه عشان يوصلها لك. حضرتك ممكن تفهم من المدرس ده وممكن تستصعب الامور من ده، هو ده الفرق. لكن المحتويات الاخرى عندك خيارات. حتى لو انا اخذت مثال قنوات الطبخ، ليه ما يبقاش في تطوير بان حضرتك في مواقع ممكن تعرفك الاكلات، اشهى المأكولات الموجودة في بلاد معينة، في مصر مثلا اشهى المأكولات كذا وكذا وكذا اللي عليها طلب، في السعودية، في العراق، في المغرب، في الجزائر. لازم يكون في يعني تطوير للقناة من خلال زيادة المعلومات، والتجارب هي الاصل والاساس على فكرة. والدليل ان انا لما عملت الفيديو بتاع البث المباشر للقناة أخرى عندي فيها 64 مشترك فقط، وعملت الكلام ده، وعلى فكرة عملت البث ده، البعض اعتقد إن الكلام ده غير صحيح، وبعض القنوات حتى الآن، لأن على فكرة الميزة ما ظهرتش عند كل القنوات، هي لازالت تحت التجربة، لازالت تحت التجربة، بيتم تجربتها على التجربة على عدد من القنوات. يبقى خلاصة الكلام 4000 ساعة مشاهدة والألف مشترك، لابد وأن يكون هناك محتوى، محتوى حضرتك بتتقنه أو محتوى حضرتك بتحب إن أنت تعمل المحتوى ده. تاني حاجة المحتوى ده يكون عليه طلب، ده الأصل في الاتنين. ال 4000 ساعة مشاهدة علينا قلنا التصفح الخفي، هسيب لكم في الرابط في الوصف، أنا آسف، رابط قائمة تشغيل كاملة، اختار اللي أنت يناسبك. الحاجة التانية البث المباشر، قلنا أخيرا اليوتيوب أتاح البث المباشر للقنوات حتى لو كان عندك 50 مشترك فقط. الألف مشترك ابتعد عن البرامج، ابتعد عن التطبيقات، مش هتنفعك. في طرق كتير جدا، في طرق ان انت ممكن تدخل على قنوات، ممكن تدخل على محتوى معين، قنوات عندها عدد قليل من الاشتراكات او مشاهدات قليله بجمله تحفيزيه وهو اشترك عندك، بس صدقني برضو نفس الطريقه دي طريقه فاشله. يبقى هو المحتوى بالنسبه للمشتركين هو الاصل. اصبر، ما تستعجلش، ما تستعجلش، هتحقق المشتركين، هتحققهم. الموضوع مش محتاج استعجال، ومش محتاج ملل، ومش محتاج احباط. صدقني لو حطيت في دماغك او حضرتك حطيتي في دماغك ان انت تنجح او تنجحي، هتنجح. النية هنا ايه؟ النية ان انت عايز تنجح. لكن لو نيتك بقى ان انت عملت القناة عشان فاكر ان انت بكرة هتحقق ارباح والكلام ده كله، لا، الهدف التارجت اختلف. هتبص تلاقي نفسك بقى وحضرتك وحضرتك دورتوا في طرق كتير غير شرعية او مش هتدي لك النتيجة بالسرعة اللي انت تتخيلها. اليوتيوب بيختلف ومختلف عن باقي مواقع التواصل الاجتماعي، حتى ولو كان هناك سقطات لليوتيوب في الفترة الاخيرة، الا ان اليوتيوب في فترة التحديثات دي اكيد هيرجع اقوى من ذي قبل. أتمنى أن أنا أكون قدمت لكم معلومة مفيدة تفيدكم في فيديو اليوم. ما تنسوناش بتعليقاتكم وإعجابكم بالفيديو لو عجبكم، ولو لسه ما اشتركتوش بالقناة فضلا منكم وليس أمرا مني، اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس الكل عشان يوصلكم كل جديد. خالص تحياتي شباب.